لشركة وي ميديا لتقديمها جوائز مادية للمشاركة في العرض. بصي مبدئيا انا متخرجه من اداب مسرح تمثيل واخراج. فكره ان هو يدخل الجمهور كعنصر متفاعل مع المسرح دي حاجه مش اي مخرج يقدر يعملها، مش اي مخرج عنده استعداد ان هو يضحي بفكره بفكره هو يعني العرض كله قائم عليها، ويضحي بفكره ان هو يدخل جمهور ما يعرفش اصلا العرض بيتكلم عن ايه، واصلا يعني العرض قايم على المشترك ده كخوف بقى من كل حاجه، كخوف من ايقاعه ان هو يوقع العرض. ان انتوا كنتوا معانا النهارده، وبتمنى العرض يكون نال اعجابكم، وان احنا كنا عند حسن ظنكم بينا، وان شاء الله المرات الجايه هيبقى احسن بكتير. لان أولا اسمي إنجي كمال، طالبة في معهد فنون مسرحية تمثيل وإخراج، مش بس ممثلة استعراضية، لا والله بمثل. وعشان ندي مصداقية أكتر يعني تعاملنا مع شركة وي ميديا إن هي تقدم لنا جوائز فعلا حقيقية تدي مصداقية للعرض، وإن هو فعلا نخلي الناس تصدق إن هم فعلا لو طلعوا أو نحبهم في الموضوع نحبهم في العرض، إن هم فعلا لو طلعوا هيبقى في فعلا جوائز حقيقية وهياخدوها. فدي طبعا فكرة كويسة جدا، وبشكر الشركة جدا يعني شركة الإنتاج دي. هو العروض عامة التفاعلية اللي بتبقى مع الجمهور دي بتبقى أحلى من العروض المقفولة، فأتمنى يتكرر يعني، وأتمنى يتعرض في كذا مكان تاني. شركة وي ميديا موجودة النهاردة بتقدم عرض مسرحي بشكل جديد، بفكر جديد، بمدرسة حديثة للمسرح. زي ما عودنا الناس على كل حاجة جديدة، وبنكون عند حسن ظنهم دايما إن شاء الله.